الآلاف من المغاربة لبوا نداء المسيرة التي نظمتها هيئات مدافعة عن قضية فلسطين بالعاصمة الرباط، معلنين عن رفضهم لجرائم التقتيل الإسرائيلي في أراضي غزة. أطفال وشيوخ وشباب، رجال ونساء، قيادات سياسية وفعاليات مدنية، ألوان العالم الفلسطيني، كوفية وشعارات، كلها تعبيرات لمشهد عنوانه الوفاء لقضية الانتماء. مسيرة مشهودة لم يعرفها شارع محمد الخامس منذ سنين، ليعلنوا مجدداً كما كان دائماً وسيبقى أبداً أن القضية الفلسطينية في الوجدان، وأن جرائم الكيان إلى زوال.